السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب ان شاء الله على محاضرة القولون الجديد، معاكم دكتورة سحر السقار قسم تمريض صحة مجتمع. هنتكلم فيها عن الديفينيشن اوف قولون الجديد، عن الكلاسيفيكيشن اوف قولون الجديد، بعد ديسبوزنج فاكتورز اوف قولون الجديد، فيزز اوف قولون الجديد، افكت اوف قولون الجديد، chronic disease across life span and problem of managing of chronic disease. يا شباب قبل ما ندخل في الديفينيشن اوف chronic disease هنقول ان chronic health problem دي affect people of all age. يعني ايه؟ يعني هي بتحصل في جميع الاعمار، في سن هو very young and middle age and very old، ملهاش وقت معين ولا ليها عمر معين. ده بداية للكلام. اما الديفينيشن اوف كرونيك بيعرف كالايه؟ ديفايند از بيرمننت اولتر اوف هيلث ستيت كلوزد باي نون ريفرسابل باثولوجيكال كونديشن ويتش ليفز ريزيدوال ديسابيلتي ويتش كانت بي كوركتد باي سيمبل سيرجيكال بروسيجر اور كيورد باي شورت كورس اوف ميديكال سيرفيس. يعني ايه الكلام ده؟ لك هي حاجة خلاص، كرونيك ديزيز دي حاجة ملهاش علاج. يعني هو ده كرونيك ديزيز، لما المرض بيجي او الديزيز بيدخل جسم الانسان، حاجة ملهاش نون ريفرسابل، الانسان ما بيرجعش زي الاول تاني، خلاص بقت عنده حاجة كرونيك هيتعايش بيها وبتسيب له ريزيدوال ديسابيلتي. جزء ديسابيلتي يعني ايه ديسابيلتي؟ عدم مقدرته على ان هو يعمل كل حاجة زي الاول، وما بتتعالجش زي الاكيوت مثلا، مش مثلا زي ده بتتعالج كوركتد باي سيمبل سيرجيكال بروسيجر او ليها شورت كورس اوف ميديكال سيرفيسز، او يعني هي ملهاش، بتبقى حاله نون ريفرسابل وملهاش كوركتد باي سيمبل سيرجيكال ولا ليها شورت كورس اوف ميديكال سيرفيسز. نتيجة الكرونيك ديزيز بيحصل حاجة اسمها كرونيك كونديشن. يعني ايه كلمة كرونيك كونديشن؟ كرونيك كونديشن دي بتبقى النتيجة للكرونيك ديزيز اللي الانسان جاله، لصاحب المشكلة نفسها. يعني ايه بقى كرونيك كونديشن؟ هي عبارة عن ميديكال كونديشن اور هيلث بروبلم وذ اسوشيتد سيمبتومز او ديسابيلتيز ذات ريكواير لونج تيرم مانجمنت، يعني اكتر من 3 شهور او لونجر. دي حاجة بتحتاج مدى الحياة، خلاص الكرونيك ديزيز بياخد وقت طويل جدا، بياخد مدى الحياة، علاج مدى الحياة زي الديابيتس، زي الهايبرتنشن due to illness or genetic factors. يبقى كرونيك كونديشن بتبقى نتيجة عن ديزيز، او جينيتك فاكتورز بتبقى نتيجة عن الكرونيك ديزيز. كلاسيفيكيشن اوف كرونيك ديزيز في 3 حاجات: امبيرمنت وديسابيلتي اند هانديكاب. اول حاجه الانفايرمنت دي، اما بيجي ديزيز او كرونيك ديزيز لبيشن معين، خلاص بيحصل اولتر على طول في الريام فيزيكال وفيزيكال ستراكشر او سايكولوجيكال. لو كنا نعرف الانفايرمنت ده اول حاجه بتحصل للانسان اما بيجيله حاله كرونيك ديزيز، يحصل ايه؟ اذ اني لوس او ابنورمالتي في سايكولوجيكال فيزيولوجيكال اوف فانكشن، بيحصل اي مشكله سين فيزيكال او سايكولوجيكال. الانفايرمنت ده بعد ما بيجي كرونيك كونديشن للانسان، بتبقى النتيجه المترتبه عليه يحصل حاجه اسمها تاني جزء من الكلاسيفيكيشن ديسابيلتي. يعني ايه كلمه ديسابيلتي؟ الديسابيلتي از اني استراكشن اور لاك ريزلتنج فروم امبيرمنت اوف ابيلتي بيرفورم ان اكتيفيتي ان ذا مانر اور وذين ذا رينج كونسيدرد نورمال فور هيومن بينج. يعني لو جينا خدنا اكزامبل، لو حد جاي له مثلا كرونيك ديزيز زي هايبرتنشن او ديابيتس، ايه اللي مترتب عليه؟ يحصل له اول حاجه امبيرمنت، جزء او لوس في الفانكشن معينه، مثلا سيان في الفيزيكال او السايكولوجيكال، مترتب عليه جزء ديسابيلتي ان هو يقدر يعمل كل الاكتيفيتي بتاعته زي كالمعتاد. يعني لو جاله ديابيتس هيبدا يحصل له بعد كده جزء من الديسابيلتي، ان مش كل حاجه يقدر يعملها، او مريض الضغط مش كل حاجة يقدر يعملها زي الاول، اللايف ستايل بتاعته هتتغير. الهانديكاب، الهانديكاب دي بتبقى ديز ادفانتج فور جيفن انديفيدوال ريزلتنج فروم ان امبيرمنت اور ديسابيلتي ذات ليميت اور بريفنت ديفلوبمنت اوف ذا رول ذات انورمال
فوندري دوج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه هانديكاب؟ يعني نتيجة الامبيرمنت هيبقى مترتب عليه ديسابيلتي وبعد كده هانديكاب. لا، هو مش ضروري يحصل بعد الديسابيلتي او بعد الامبيرمنت هانديكاب. ليه؟ بس هي تبقى حالة متوقعة في مواقف معينة. يعني مريض الديابيتس بيبقى ليه المفروض حاجات معينة بينفذها علشان يعمل مثلا ميل بلاننج اللي هو على اكوردنج الويت بتاعه، تمام، علشان والفيزيكال اكتيفيتي بتاعته. لو ما طبقش الكلام ده وبدأ ياكل كل حاجة وما اهتمش بان هو يصاحب مرض السكر وان هو يشوف ايه اللي ممكن يعمله وايه ممكن ما يعملوش، يترتب عليه ديسابيلتي، والديسابيلتي ممكن يترتب عليه الهانديكاب. لا قدر الله لو ما اهتمش مثلا، احنا عارفين كلنا ان وايد السكر بيبقى سنسيتيف، بيبقى في عنده مشكله في التئام في الوند هيلينج. لو حصل له مشكله في الفود ممكن لا قدر الله يحصل له جانجرين وبعد كده يحصل له امبيوتيشن، فده ممكن يوصل لهانديكاب لو حصل له امبيوتيشن. فمش كل الحالات بيحصل بتوصل للهانديكاب، بس في مواقف معينه. لو شرحنا الثلاثة كلاسيفيكيشن بتوعنا الكرونيك ديزيز، ان مش كل الامبيرمنت ريزلت ان ديسابيلتيز، مش كل الامبيرمنت ينتج عنها حالات ديسابيلتيز. وان ماي اولسو بي ديسيبل بات نوت هانديكاب، يعني برضه مش ضروري ان كل ديسيبل ان هم يكونوا هانديكاب. ايه بقى الكاركترستيك اوف كرونيك ديزيز؟ الكاركترستيك دي مش معناها كاركترستيك دي حاجة بتميز الكرونيك ديزيز. المميزات بتاعتها ايه اللي بيحصل الانسان لما بيجيله كرونيك ديزيز؟ اول حاجة individual are expected from the normal obligation and responsibility. اكيد ان الانسان ده بيتغير مسؤولياته وبتغير responsibility بتاعته نتيجة للامبيرمنت اللي حصل له ده، والله اعلم ممكن يكون حصل له disability فتغير حاجات كتير جدا في حياته. اولها الاوبليجيشن، اهتماماته مسؤولياته. individual and not be held responsibility for the condition and are to be given support. هو بيبقى محتاج support و responsibility بتاعته بتبدأ تقل. هو دلوقتي عنده condition عايز كل الناس تهتم بيه. individuals are expected to cooperate with prescribed treatment and seek professional advice. محتاج prescribed treatment، محتاج علاج، ومحتاج الناس professional، محتاج seek professional advice. لو جينا كملنا بقية الكاركترستيك هنقول ان هي بتبقى كمان slow onset with onset sign and symptoms، بتبقى حاجة slow gradual in developing and length of the disease usually over period at least 6 months. وكمان الكورس بتاعه بيبقى محتاج no advised cure، مفيش علاج واضح، but rather emphasizing control of symptoms and tertiary prevention with long term goals for improvement. تمام كده خلاص. الجزء المفصل في كرونيك كونديشن او كرونيك ديزيز، اول حاجه هنتكلم فيها الايج والسكس. زي مثلا لو قلنا اكزامبل كرونيك هارت ديزيز اكيور امونج الميدل ايج اند اولدر مين، الكانسر مثلا اكيور في الفيميل زان ميل. تمام. سوشيو ايكونوميك، تاني واحده سوشيو ايكونوميك ستيتس، كرونيك هارت ديزيز ممكن يحصل في الهاي سوشيال كلاس. اما تالت حاجه جيناتيك فاكتورز اند هيريديتري فاكتورز، زي مثلا الدايبيتس يبقى الكانسر محتاج حاجه هيريديتري او جينيتيك فاكتورز. اوكيبيشن اكسبوجر طبعا از اكسبوجر تو لحاجه معينه، الاوكيبيشن المعينه ممكن تسبب كانسر. بودي ويت از اكيرنس اوف دايبيتس از ريليتد تو ديكري اند ديوريشن اوف اوبيستي. بودي ويت بيبقى برضه بيعتبر ريسك فاكتورز. الدايت فاكتورز بتسبب على كده. environmental factors as exposure of radiation or strong sunshine increase risk for cancer. واللايف ستايل اند هابتس، زي مثلا السموكينج تعتبر ريسك تيكينج بيهيفير. تمام. فممكن يسبب لي بعد كده كورونيك هارت ديزيز. فيز اوف كورونيك انس هما بيبقوا عباره بالظبط الفيز بتاعتهم 8. اول واحده بتتكلم على البري تراجكتوري فيز دي بتتكلم عن which person is at risk for developing chronic condition. الناس عندها genetic condition high risk مثلا ما يحصل لهم diabetes او cancer زي ما احنا قلنا ان تبقى hereditary ده example. بعد كده تاني مرحلة اللي هي trajectory phase،
اللي هي characterized by onset of symptoms. احنا خلاص توقعنا ان دول high risk. بعد كده دخلوا في ثاني مرحله ان يبقى في onset of symptoms or disability associated with chronic condition include diagnosis للسيمتوم symptoms. شفت عليه بعض السيمتومز قلت خلاص ده هو كمان عنده هيرديتوري دايابيتس، يبقى اذا هو ممكن يبقى عنده ايه الديزيز ده. بعد ما خلاص عنده سيمتومز، خليتنا اقول عنده دايجنوز معين، دخل في حاجه اسمها الستيبل فيز ان سكورز اند سيمتومز اندر كنترول اوف ايفري داي لايف اكتيفيتيز. قدر يتحكم في المرض وبيعمل الديلي اكتيفيتيز بتاعته عاديه خالص وزين ليميتيشن اوف ذا ديزيز، وكمان بيعمل الانس مانجمنت بتاعه وهو قاعد في بيته سنترد ان هوم. تمام. لكن لو جينا قلنا رابع حاجه الستيبل فيز، طبعا الستيبل فيز دي بتحصل لو الستيبل فيز ما نجحش ان هو يقدر يعمل مانجمنت في الهوم. ايه اللي هيحصل في الانستيبل؟ بيريود اوف انابيلتي تو كيب سيمتوم اندر كنترول ديفيكلت ان كارينج اوت every life activities development of complication. ساعتها بتقول ان الحالة دي تعتبر unstable. بيحصل حاجة اللي هي اسمها acute phase. acute phase severe and unrelieved symptoms or development NS complication. حصل complication فاحتاج hospitalization واحتاج bed rest to bring NS cause under control. يبقى كده دخل هو في acute phase، عايز علاج لوقت معين من الاتاك اللي جات له دي. تمام. بعد كده سادس حاجة crisis phase، هنا بيدخل critical or life threatening situation. حصل له بعد complication ما فقط hospitalization حصل له require emergency treatment care depending on skills and knowledge support of nurse professional stabilized condition. يعني لو احنا هنا قلنا ان مثلا لو مريض السكر وصل لعن stable phase ومعرفش يعمل management لنفسه في البيت ووصل لحالة ما ممكن يحصل له complication، هيدخل في الأكيوت فيس ان هو يدخل hospitalization بنتيجة مثلا لكوما هايبوجلايسيميك او هايبوجلايسيميك، ودخل بعد كده في crisis phase نتيجة لان هو ما اتبعش الاول الانس management. سابع حاجة اللي هو comeback phase. comeback phase ده بعد crisis phase ما بيدخل فيها بيبدأ يرجع gradual return to an acceptable way of life within limits imposed by disability. بيبقى راجع طبعا بعد ما دخل المستشفى ودخل في حالة emergence، وبعد كده دخل هيرجع gradual بس هيبقى في عنده جزء من disability نتيجة للإنس اللي عنده. بعد كده تامن حاجة اللي هي داون وورد فيس. انس كوست كاركتريزد باي رابيد اند جرادوال فيزيكال ديسلاين كومبايند باي انكريزنج ديزابيلتي او ديفيكلت ان كنترولينج سيمتومز. اخر حاجة دي داون وورد فيس بتبقى نتيجة دي الفيسز بتاعت الكرونيك ديزيز، يعني مش شرط ان اي حد عنده كرونيك ديزيز تحصل له، بس احنا بنقول كل الفيسز اللي ممكن تحصل دي حالات بقى الاند ستيج اوف لايف اللي هي داون وورد فيس، تبقى خلاص ان هو ما قدرش يتحكم في الديسابيلتي، وصلت الكومبليكيشن عاليه جدا من الديزيز ده وخلاص وصل الديسابيلتي وصل لهانديكاب، دي داون وورد فيس. اخر فيس من الكرونيك ديزيز اللي هي داينج فيس، طبعا حصل له داون وورد ومش قادر يتحكم في اي حاجه وحصل له ديسابيلتي او هانديكاب، خلاص بيدخل في الفاينل داي اور ويك بيفور ذس كاركترايزد باي جادوال لاب. بيبقى خلاص البودي بروسس كلها بدا يحصل لها جادوال والناس هنا بروفايد دايركت اند سبورتيف كير تو باتن ذا فاميلي ثرو هوسبيس بروجرام. هوسبيس بروجرام ده للناس اللي هم في الاند لايف في الاند ستيج اوف لايف. يعني ايه؟ خلاص الكورونا لسه تحكم فيهم جدا زي الكانسر لا قدر الله، الامراض اللي ممكن خلاص بتدخلهم في الداينج فيز دي، ده الوقت بيبقى وقت جدول ورابط ده بتبقى final days or weeks. ايه تأثير كورونا ديز؟ اول حاجة الافكت سويس والسيكولوجيكال اند سوشيال بروبلم such as اول حاجة threaten identity، يعني threaten identity اللي هي بتبقى بتأثر على هوية الشخص ده نفسه، بتبقى نفسيته بتبقى مش مظبوطة، الرول تشينج بتاعه كسوشيال بيحصل له ممكن بيبقى فيه مشكلة عنده ان هو خلاص جاله ديزيز زي مثلا دايابيتس هيحكمه في الاكل شويه، لو هيتعزم عند حد يبقى في مشكله عنده، هيبقى في عنده سوشيال ايزوليشن، اولتر بودي ايمج هيبدا يتغير، هيبدا يبقى حاسس ان ممكن ثقته بنفسه تتهز.
بسبب اللايف ستايل هيبقى في مشكله في اللايف ستايل طبعا، بيهيفير بتاعته ياكل ايه وما ياكلش ايه، اللاك اوف موبيلتي ليدنج تو سوشيال ايزوليشن طبعا، هيبدا يقلل خروجاته شويه، يبدا يحس ان هو عنده ديزيز فيبدا يعمل له سوشيال ايزوليشن. One chronic disease can lead to development of their of other chronic disease زي الديابيتس، ممكن بيسبب لي acute و chronic condition، وبيدخل بعد كده ممكن يسبب لي neurological vascular changes زي الكيدني، ويسبب لي كيدني وممكن يؤثر على القاضيك ويسبب لي disease. تالت حاجة chronic disease affect whole family، family life can be dramatic، ان هي بتقلل بعد كده الفاميلي كلها بتتأثر، ان في حد عندها مثلا عنده ديابيتس او حاجة بتبدأ تتأثر في فاميلي سوشياليزيشن بتاعتها. اللايف از بنت فور مانجينج انس، الفاميلي بتبقى عايزة تعمل سبورت للشخص المريض ده عشان ما يبقى ما يحصلوش مشكلة سايكولوجيكال، لازم ايموشنال سبورت من الفاميلي. ديكريز الانكم، لو رب الأسرة ده هو اللي تعب هو ده اللي فيه مشكلة، يبقى الانكم بتاعهم يقل. بعد كده المانجمنت of chronic condition is expensive، غالي جدا المديكيشن بتاعه ده، لونج تيرم، مش حاجة اكيوت بياخد علاجها ويخلص، لا دي حاجة مدى الحياة وبتبقى expensive. chronic condition can difficult ethical issue for the patient ممكن تعمل ethical problem شوية للبيشن، يعني لو احنا مش هندخل في موضوع الدايلاما شوية لان ده شرح طويل جدا، بس هي ممكن تسبب اسكال كون يعني مثلا لو مريض كانسر وفي الاند ستيج اوف لايف بتاعته محطوط على جهاز فنتليتو، هنعمل ايه ساعتها؟ هنفصله ولا مش هنفصله؟ هل هتوافق ان هي تفصله ولا مش هتفصله؟ دي حاجه اسمها اسكال دايلاما، بيبقى حلولها صعبه شويه. طبعا كمان نيد ديفرنت هيلث كير بروفيشنال وركينج توجذر وذ بيشنت اند ذير فاميلي، عشان يقدر يعمل لهم فول رينج اوف سيرفز، بيبقى محتاج كذا تخصص، كذا بروفيشنال، كذا هيلث كير بروفيشنال يشتغل معاهم والفاميلي عشان يقدروا يعملوا لهم ايه كل السيرفز اللي هم نيدها. ليفنج وذ كرونيك انس مينز ليفنج وذ انسرتن، حاجه مش مؤكده. كرونيك ديزيز ده على حسب الكرونيك ديزيز اللي حاله او كرونيك بروبلم اللي حصلت له او الفيزيكال استراكشر امبيرمنت اللي حصل له، ما انت ما تقدرش تاكد هيجي لي اقول النهارده حاجه مش ملهاش شروط ملهاش قواعد. Keeping chronic conditions under control require being adherent to therapeutic regimen، لازم محتاج ناس ملتزمة يقدر يعمل keeping the chronic condition according، ان هو يعمل مثلا ان هو يبقى بياخد ادويته ماشي على الدايت ريجمن ميل بلان زي ما بيقولوا في الدايبيتس، مخلي باله من الدايت بتاعته في الهايبرتنشن، ده بيرجع للبيهيفير بتاع الشخص نفسه. ديكريز لايف اكسبكتنسي، اكيد في حاله عندها كوان جديد دايما حاسه ان ممكن اللي هو ديكريز لايف اكسبكتنسي معدل اللي هو يعني الاعمار بيد الله، بس دايما بيبقى حاسس ان هو ممكن يموت في اي وقت. correlation between chronic health problem، دي معناها ان لو في multiple chronic health problem، لو في كذا ديزيز مع بعض، hypertension او الديابيتس سبب hypertension او سبب cardiac disease او kidney disease، ده كله بيعمل له disability و handicap. تمام، هو في ثلاث حاجات after that the result of this interrelationship ما بين chronic illness، يحصل بقى ايه؟ هيتفاقم الافكت بتاع كرونيك ديزيز ده، ممكن يزيد السوشيال ايزوليشن وان هو يحس ان هو بقى الون، ولو سيلف ستيم بيزيد وباورلسنس قوته بتبدا تقل. ان كرونيك ديزيز انس اكروس لايف سبان، ملهوش ايج معين، من اليونج للادلت للاولدر، ده كله ليه، بس في كل مرحله فيها انواع ديزيز بيبقى ممكن تكون شائعه شويه كرونيك ديزيز، زي مثلا في مرحله الانفانت والتشايلد دول هتلاقي مثلا داون سندروم او الايدز ممكن ياخده عن طريق المذر. طيب تاني حاجه اليونج اند ميدل ادلت هود دي اللي هي جزء الايه سن المدارس وسن اللي هو بيبقى يبدا سن بقى الايه سن الحركه، ممكن يحصل فيه روماتيك ارثرايتس او برين او سباينال تروما نتيجه في انجز معينه. طيب الاولدر ادلت هود ممكن يحصل فيه الاوستي ارثرايتس، كارديو فاسكولار ديزيز، الزهايمر، ديابيتس، لكل مرحله كده ليها ساعات كمان ديزيز شائعه شويه.
البروبلم اوف مانجينج كرونيك كونديشن او التشالنج، ايه التحديات اللي بيقابلها الانسان وهو عايش معاه كرونيك ديزيز. اول حاجه البيشن مانجينج سيمبتومز، صعبه جدا ساعات ان هو يقدر يخفف عن نفسه السيمبتومز ويخفف عن نفسه المشاكل بتاعت دي. سايكولوجيكال وادجستنج الفيزيكال ديسابيلتي، ده كله صعب السايكولوجيكال ان هو يقدر يتحقق فيها. السايكولوجيكال بتختلف من شخص لشخص. البريفنشن مانجينج كرايسيس اند كومبليكيشن، مش طبعا ده بيفرق برضه. البريفنشن مانجينج كرايسيس ان هو يقدر يعمل مانجينج للديزيز بتاعه، زي ما احنا قلنا ات هوم مش كل الانسان بيقدر يعمل الكلام ده. كلينج اوت ريجمن از بريسكرايبد، برضه ان هو يقدر يتحمل الريجمن بتاعه ديلي صعب، ان هو ياكل ده او ما ياكلش ده في مرض الدايبيتس برضه ده حاجه من التشالنج اللي ممكن تقابل الانسان. بعد كده مانجينج ستريس دو ايدنتي، احنا قلناها قبل كده بتاثر على السايكولوجيكال بتاعته، سايكولوجيكال بتاعته. ليفنج ويز اولتر تايم سوشيال ايزوليشن ويلنس، ان هو يقدر يتاقلم في حياته. سوشيال ايزوليشن دي في حد ذاتها تشالنج. استابليش نتورك سبورت ريسورسز، ان هو دايما عايز برضو ان هو يقدر يوصل لكواليتي اوف لايف عن طريق نوع من نتورك سبورت سي ان فاميلي او فريند. بعد كده كمان داينج ويز دينتي اند كومفورت، مانجمنت اون فاينانس، عنده مشاكل ماديه ان هو دايما عنده هاجس ان هو لو عايز يموت وعنده كرون ديزيز يموت وهو في حاله نفسيه كويسه او في دينتي في سلامه او في كومفورت. لو جينا قلنا وعملنا بريفنشن اوف كرونيك ديزيز هنطبقها اكوردنج ليفل اوف بريفنشن. اول ليفل في عندي ثلاثه، برايمري بريفنشن، ايه سكندري بريفنشن، تيرشري بريفنشن. اول حاجه لو جينا هنعمل البرايمري بريفنشن هنعملها عن طريق حاجتين. اول حاجه هنقول هيلث بروموشن اند سبيسيفيك بروتكشن، تمام. طب هنعملها ازاي هيلث بروموشن؟ عن طريق بقى الهيلث اديوكيشن عشان نقدر نعمل بريفنشن للديزيز نفسه، تمام. قبل ما يجي الكورن ديزيز بنعمل البرايمري، ده بنعمله ليه برايمري؟ علشان ويز هيلث بروموشن سبيسيفيك بروتكشن وين ديزيز از نوت اوكيو، لسه ما حصلش ديزيز وعايز امنع حدوثه، بريفنشن للاكيرنس اوف ذا ديزيز، ده البرايمري ان انا اقدر امنع حدوث الكرونيك ديزيز نفسه. طيب همنعه ازاي؟ اول حاجه الهيلث بروموشن هطبقه عن طريق ان انا اعمل هيلث اديوكيشن. هيلث اديوكيشن عن طريق ان انا، طبعا احنا عارفين اول حاجه في هيلث اديوكيشن هنعمل اول الايرلي ساين وسيمتوم لاي كرونيك ديزيز، زي الهايبرتنشن، زي الدايبيتس، زي الروماتيك فيفر. جود ستاندرد اوف نيوتريشن، سيلف سكريننج، لازم يعمل سيلف سكريننج زي مثلا بريست سيلف اكزامينيشن عشان يقدر يقي نفسه من اي كانسر. وكمان موديفايبل ريسك فاكتورز، ويت، بيقدر يعمل اللي هو الويت بتاعه، ويت كنترول، والهيلث فود بوليسي، والالكوهول كنترول، والستريس بريفنشن، اند هيلثي انفايرمنت. هيلثي انفايرمنت بيدخل تحتيها الرانينج ووتر والاير بوليوشن والفود سنتيشن. بعد كده تاني جزئيه، بعد ما عملت الهيلث ادوكيشن عشان اقدر اعمل الهيلث بروموشن بندخل لحاجه اسمها سبيسيفيك بروتكشن. يعني ايه سبيسيفيك بروتكشن؟ سبيسيفيك بروتكشن دي ان انا طلعت ناس هاي ريسك من وانا بشتغل، خلاص علمتهم ساين سيمتومز وقلت لهم كل حاجه عن ديز، طلعت من المجموعه دي هاي ريسك جروب، الهاي ريسك جروب دول اخدتهم واشتغلت معاهم بروتكشن اجينست اكيوبيشنال هازارد، بديهم فاكسينيشن. تاني جزء احنا ده في البرايمري. سكندري بيحصل ليه؟ وان ديزيز بروسيس استابليش، خلاص الديزيز عنده بس انا هبدا اعمل اللي هي ايه، اقلل البريفلنس، حدوث المرض، اقلل معدل الانتشار، او ان انا اقلل الكومبليكيشن بتاعت الكرونيك ديزيز ده. بنعملها ازاي؟ بنعملها اول حاجه سكرينج فور كيس، بعمل سكرينج ليهم، بعمل بروفيجن فاسيلتيز، بعمل اول حاجه ايرلي كيس فايند، ان انا بقى خلاص طلعت الحالات. بعد كده بديهم بامب تريتمنت والديسابيلتي ليميتيشن، ان انا على قد ما اقدر بقلل الكوميونيكيشن بتاعت الديزيز. بعد كده التيرشري بريفنشن، التيرشري بريفنشن دي اللي هي هابيتيشن، بأهل البيشن اللي عنده كورونا ديزيز يقدر يعيش حياته بشكل عادي، بأهله فيزيكال وسايكولوجيكال وسوشيال، ببدا اهله في جميع المراحل دي. لو مريض عنده دايابيتس، لو حصل له امبيتيشن هعمل له ايه؟ فيزيكال، هبدا ان انا اعمل له مثلا اللي هو قدم صناعي. سوشيال، ان انا هبدا اعمل له سوشيال، يبقى حواليه ناس كتير.
الفاميلي بتاعته سبورت، السايكولوجيكال برضه سبورت من الفاميلي، فوكيشنال ان انا اقدر ان انا اشوف وظيفه تتناسب مع الامبيتيشن اللي حصل له بعد الكرونيك ديزيز.